مساء الخير. الطقس الصيفي عالي الرطوبة عم بيسيطر على أجواءنا ودرجات الحرارة رح تبقى مرتفعة خلال النهار، إنما ضمن معدلاتها الموسمية لشهر آب. إذن جو قليل الغيوم لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال، وعكار عم بتسجل 31 درجة، طرابلس 32، العاصمة بيروت وصفور عم بسجلوا 33 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 35، اللقلوق 23، الزحلة 34، وأجزين 30 درجة. نسبة رطوبة ساحلاً توصل ل 80%. الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا شي الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة. للأحد والتنين جونا قليل الغيوم عالي الرطوبة مع تشكل للضباب على المرتفعات، أما الحرارة فبتسجل ساحلاً 33 درجة. للثلاثة والأربعة جونا بتابع الصيف غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة أيضاً على 33 درجة على الساحل. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.